في الفقرة الحوارية الأخيرة مع واحد من المدافعين المرة دي المتميزين، وزي ما قلنا واحد من نجوم الجيل الذهبي اللي كان مع مانويل جوزيه، اللي كان كل يوم زي ما بنقول كده بياخد بطولة. كمان زي ما كان لاعب مميز هو مدرب مميز أيضا، ونجح في وقت قليل جدا أنه يعمل طفرة كبيرة في أداء المقاولين العرب مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني، والفريق كمان يمكن هيشارك في بطولة أفريقيا الموسم اللي جاي. أنا برحب بيه، منورنا ومشرفنا النهاردة كابتن رامي عادل نجم الأهلي ومدرب فريق المقاولين العرب حاليا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نورنا. اهلا بكابتن هاني، وسعيد جدا انا معاكم طبعا. حبيب. جدا يعني حبيبي يا رامي، منورنا. حبيبي يا كابتن، حبيبي بجد. وزي ما قالت سام، من المدافعين المميزين جدا جدا، وان شاء الله مشروع باذن الله مدرب كبير ان شاء الله نشوفه في المستقبل. ده شرف ليا يا كابتن، مشاهده كبيره يعني من حضرتك، من واحد مدافع كبير انه يقول عليا مدافع. لا لا، دي حقيقه، دي حقيقه. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. هنتكلم كتير، عندنا ملفات كتير. طب وانت كنت متابع يعني بشكل كبير جدا للتقرير اللي بيتكلم عنك، تقول افتكرت ايه واحنا بنعرض التقرير ده؟ اقول لك انا افتكر ايه؟ لا افتكرت اللعب، اللعب لا، والجول اللي جبته في الاهلي. الجول اللي جبته في الاهلي. لا لا لا، اللعب طبعا حاجه تانية خالص يعني. لعيب الكوره ده طول ما هو في الملعب ده قصه تانية خالص يعني. لما بتسيب الملعب لا، الموضوع بيبقى اصعب حاجه في الدنيا على الواحد بصراحه يعني. ما تتفرج على نفسك دلوقتي وتشوف الايام دي وتفتكر الايام دي، بقى الموضوع لا صعب جدا على الواحد بصراحه يعني. احلى ايام. بس يعني هي دي سنه الحياه. لا انت هتخش لسه في التدريب وهتلاقي ايام حلوه كمان ان شاء الله. احساس احساس ده مختلف. حلو يعني، بحاجه مختلفه بقى، بطريقه مختلفه. بتكمل احساس بس بطريقه مختلفه بشكل تاني. انت بقى مسؤول عن مسؤول عن اللعيبه، مسؤول عن حاجات كتير جدا، وانت لعيب كنت مسؤول بس عن نفسك. وبالذات يا كابتن لما كمان يبقى ليك انت دور في شغل، وتشوف الشغل بتاعك ده بيبان تاثيره ايه ونجاحه، فده احساس بقى ده مختلف خالص يعني. طب تحب نبدا بالاهلي ولا نبدا بالمقاولين؟ اي حاجه انا معاك في اي حاجه. طب انا هبدا بالاهلي. ماشي. انا عايزه اتكلم عن مباراه امبارح، المباراه النهائيه في مشوار الموسم ده، الاهلي وطلائع الجيش. موسم يعني، او عايزه اتكلم على الامسيه الكرويه بتاعه امبارح تحديدا. مش بس امسيه كرويه رياضيه، ولكن انسانيه كمان طبعا. وشفنا فيها لقطات انسانيه حلوه جدا، افتكر ان هي ما اتكررتش قبل كده. شفتها ازاي من الخلفيه دي؟ هو الماتش مبدئيا بس نمره واحد فنيا انا ما شفتوش. انا برضو احنا كان عندنا مباراه امبارح خلصناها. أيوة، ماتش بيراميدز. خلص الماتش يا دوبك وانا مروح برضو اتفرجت على شويه يعني، سمعت شويه في الراديو. شفت الاهداف وشفت شويه حاجات كده، لقطات من المباراه. يعني اداء الاهلي ما اعرفش كان كتوتال الماتش كان عامل ازاي يعني، الماتش كله مش عارف. بس هو كان استمرار للاداء. يمكن انت اتفرجت على الوداد واتفرجت على ماتش الوداد، هو استمرار لنفس الاداء. اكيد. وكنت بسمع حضرتك من شويه برضو بتتكلم على القصه بتاعت الولاد الصغيرين اللي شاركوا في المباراه. ظهروا بشكل كويس، وانا كنت يمكن شفت اتنين في تقريبا، واحد هو معلق الاسم معاه شويه العربي بدر تقريبا، وفي ولد صغير نزل في ماتش، هو ولد صغير قوي كده، شادي ده. انا ده شفت له لمسه تقريبا او لمستين، بس ما اعرفش هو لعب تاني ولا لا. حاجه جميله يعني ما شاء الله يعني. حتى كانوا قاعدين يقولوا تصريحات كده ان في مفاجات يمكن في الماتش بتاع الوداد، بس تقريبا ما شفناش مفاجات يعني. كنا يعني كان تقريبا قايلين حد هيدخل السكور او ممكن يلعب او حاجه زي كده. بس طبعا دي حاجه كويسه ان هو الراجل يشرك عدد كبير في من الناشئين في النادي الاهلي. طبعا الحته الانسانيه بقى اللي احنا شفناها امبارح دي طبعا قد قصه ثانيه خالص يعني. موضوع بصراحه بكى الواحد يعني. طبعا موضوع مؤمن ده موضوع صعب جدا 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 على الواحد. يمكن الموضوع كان محدش سمع عنه حاجه خالص، كان متغطي بنسبه كبيره. يمكن لما لحد ما ظهر مؤمن في السوشيال ميديا شويه والحفله اللي راحها او زي المسرحيه تاني حاجه زي كده، الموضوع اتفتح طبعا بشكل كبير جدا. وده يعني ده حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي، ان يقف جنب ولاده طبعا ويساعد ولاده ويكرم الناس اللي تعبت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي. والواحد بصراحه يعني حتى الموقف بتاع زوجته الواحد يعني كان موقف كويس قوي امبارح بصراحه. الناس حتى اتكلمت وشكرت فيها جامد، ان ست بصراحه يعني تستاهل الشكر ان هي واقفه جنب زوجها طبعا في وقت زي دوت، في وقت شده زي دوت، تساعده في كل حاجه، بتقويه طبعا وبتدعمه. الوقت ده هو محتاج كل حاجه نفسيه تبقى حواليه. انا كلمته يمكن في الاول في بدايه الموضوع ده شويه، كان هو يمكن زعلان شويه بصراحه يعني، انا بتكلم بكل صراحه يعني. كان زعلان شويه ان في يمكن ناس هو كان فاكر ان هي تسال عليه وتتابعه بشكل كبير، الموضوع لا ما كانش زي ما هو متخيل.
يمكن بعد فترة الدنيا اتحسنت شوية وبدأ لأ الأمور تتحسن معاه شوية، والناس بدأت تسأل عليه بشكل كبير والناس اهتمت بيه أحسن من الأول بكتير. فلأ يعني نفسيا طبعا وفرقت معاه كمان الموضوع ده كل حاجة نفسيا فرقت معاه على المستوى النفسي، وشفنا ربنا يتمم شفاه يعني. شفنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا صورة وهو في الجيم يعني، حتى كان داخل ماشي لوحده شوية يعني الحالة المعنوية بتفرق جدا جدا طبعاً. وزي ما أنت عارف برضو، ولو اتكلمنا على الحالة المعنوية ازاي بتفرق حتى في لعيب الكرة وهو بيلعب، اكيد هو كمان الموقف صعب واللي يحس بيه كمان لعيب الكرة اكتر يعني. يعني احنا وانت تحس بموقف، طبعا ربنا يبعد المرض عن كل حد، لكن خاصة انت بتحس وهو قاعد في الملعب بيفكر كان نفسي ابقى موجود، كان نفسي يعني الموضوع دوت كان مؤثر. لكن انت بتتكلم في نقطة ايجابية ازاي يعني حرمه طبعا الكريمه كانت موجوده وهو كان معتمد عليها طبعا يعني نزله بيه، كانت لقطه حلوه جدا جدا يعني جدا بصراحه. دي لقطه انا في اعتقادي من يعني لقطه الاحتفاليه نفسها طبعا يعني. طبعا لا، وزي ما حضرتك قلت هي الحته النفسيه طبعا دي اهم حاجه عن اي حاجه يعني. ما تقوليش بقى هقف جنبه ماديا، هقف جنبه لا حقيقة. معنويا لازم حتة ان اللعيبة اصحابه يبقوا على طول بيتابعوه وعلى طول بيسألوا عليه، المجلس الادارة، اللعيبة الكبيرة، اي حد من جوه المجال بيسأل عليه حتى لو ما لعب معاه ما لعبش معاه، بس بسمع التليفون دقيقة واحدة بس اخبارك يا مؤمن عامل ايه طمنا عليك، خلاص الموضوع بالنسبة له. وده اللي انا حسيت ان كل اللعيبة بتعمله، وشفت يعني حسيت ان كل اللعيبة بتعمله من خلال كهربا يعني. انا في دخلة مؤمن جون كهربا جه والمشهد حتى كان في احتفال بروتوكولي صحيح، بس هو انساني، ودول كلهم كانوا جيل واحد. واللقطه بتاعت يمكن ما حدش خد باله منها لما شال ابن مؤمن وبيرفعه وبعدين رايح للدرع، اللقطه اللي حصل عليها دلوقتي جدا يعني مشكله من لا مشكله كانت ممكن تعدي طبعا. فانا حسيت ان اللعيبه وبالذات كهربا لا يعني هم جدا قريبين من مؤمن، هم فعلا حابينه، مش بس بيستندوه عشان التلفزيونات والاعلام والتصوير، لا هو كهربا يعني بيتعامل بقلبه قوي. حسيت ده. لا اكيد طبعا احنا عارفين القصه دي، واللعيبه دي قريبه جدا من بعض يعني. الواحد يمكن مش جيله بس برضو الواحد يعني عاشرهم شويه وعارف عشت الاجواء ديت يعني. عشت طبعا يا كابتن، عشت مع الاجيال كلها الحمد لله يعني ما شاء الله عليك. انا استمت في الملاعب شويه. لا كملت دوست كويس. أيوة ما شاء الله، الحمد لله يكرمك. لا صحيح عصرتها يعني. لا وانت كمان كنت في جيل يعني جيل مميز جدا، وجيل وانت مدافع كبير، وحته مدافع كبير هتاخدني لحته كمان ان النادي الاهلي بيحقق انجازات كبيره على المستوى الكلين شيت وعلى مستوى الاداء الدفاعي بشكل كبير. انا كابتن بس يعني هقول لحضرتك حاجه قبل ما اجاوب على السؤال دوت. انا بس كانت حاجه يعني عايز اقولها، انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب معاكم يعني. انا تقريبا اتمرنت مع بعد الكابتن جوهري تقريبا كابتن محسن صالح صح، اشتغلت مع كابتن محسن صالح، اشتغلت مع معظم مدربين منتخب اللي جم بعد الكابتن جوهري. انا كان ليا واقع يمكن كده، كان المنتخب بيتجمع وبيجي يتمرن في الملعب الفرعي، كنت بتفرج عليكم على طول. كان ساعتها ابراهيم سعيد جيلي وكان معاكم في الوقت ده، وكنت انا ساعتها في منتخب الشباب وبلعب في المنتخب الاولمبي وفي الفريق الاول في النادي. فكان عندنا تقريبا نهائي كاس مصر، قبليه بيومين كان كابتن ابو العز كلم حد من عندنا في الجهاز وقال له احنا متابعين رامي، وكابتن اسمه كابتن محمد عبد الحميد جه كلمني قال لي رامي خلي بالك الناس عينيها عليك وكده. نزلنا الماتش بتاع التدريب بتاع الماتش كاس مصر النهائي دوت، بشوط ضربات جزاء بنتمرن على ارض الجزاء بتلعب نهائي، فبشوط بحط بطن رجلي في الكوره لقيت العضله الضمه ترقعت. قعدت في القصه دي حوالي 6 شهور تقريبا فبعدت خالص عن المنتخب خالص. فسبحان الله يعني انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب مع الجيل بتاعكم، لان انا كنت كمان بيتي كان قدام الاستاد فبتتفرج عليه. وبعدين انا عندي ورق فضلت ادور عليه عشان اجيبه لك مش لاقيه عندي. كنا زمان بقى ما فيش اللي هو التليفونات والقصه دي والكاميرا، كان في اوتوجراف، كنا بنجيب كده ورق وقلم ونقعد. كنتوا تتمرنوا قبل ما تروحوا كاس العالم سنه 89 في الاستاد. كنت انا بقى كتبت الكابتن هاني اوتوجراف، هو اللي كتب لي طبعا اوتوجراف. الفرقه كلها احنا كنا صغيرين وبنعدي. أيوة. ندخل الاستاد وهما بيتمرنوا قبل كاس العالم 90. لا انا عندي والله اللعيبه كلها كابتن يعني كل اللعيبه. انا حتى متلخبط، انا عندي 2 كابتن ابراهيم وواحد كابتن يعني، عندي 3 منهم. انا رحت لابراهيم حسن، رحت لكابتن ابراهيم مرتين ورا بعض. اوكي وبعد كده رحت لكابتن حسام، لقيت ابراهيم فرحت لكابتن جوهري ماضي. ف
فلا انا يعني انا يعني مجنون بالجيل بتاعكم ده اصلا جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا رامي. وانت لسه كنت لعيب مميز، يمكن زي ما انت قلت اول مره اسمع دي، ان كان يعني هو طبعا كل حاجه بتاعت ربنا ان كان ممكن تكون موجود في المنتخب. كابتن رامي عادل، رامي كنت قبل التقرير بكلمك وانت مدافع كبير وعلى مستوى عالي جدا وعاصرت اجيال ومانويل جوزيه، كان الموضوع كمان بالنسبه لك ما كانش سهل قوي، لكن رغم الاصابات ورغم خاصه في السردباكين بتوعنا في الموسم دوت، والاهلي بيحقق ريكورد كبير جدا بكلين شيت ب 28 مباراه بلا اهداف، تقييمك ايه لاداء، خلينا نتكلم في جزء السردباكين والجزئين دول، تقيم الموسم ازاي بالنسبه لك؟ والله يا كابتن لا يعني التقييم صعب شويه ليهم بالذات، لان المجموعه دي تقريبا انت كل ماتش تلاقي الموضوع مختلف، يعني انت بتجيب شويه محمد هاني يلعب، تفكر في احمد فتحي، ايمن اشرف يدخل، ياسر ابراهيم، كان ياسر محمود متولي، يعني الاصابات والقصه دي، لا فانت عشان تقيم حد فيهم، لا التقييم صعب جدا ان انت تقيم احد فيهم الموسم ده بالذات. يمكن الموسم اللي قبليه لا اقول لك ان كان فيه ايمن كان كويس، فلان كان كويس، رامي كان ماشي شويه، رامي تقريبا رامي ربيعه برضو بيخش ويخرج اصابات، وسعد سمير برضو ما كانش السنه دي، لا السنه دي انا مش شايف اصلا حد خالص ثابت في مكان يعني، فلا الموضوع ما بالرغم عن كده زي ما بقول لك عاملين ريكورد كويس يعني، حتى انت طبعًا. عارف انت مركز السردباكين محتاج دايما تكلموا بعض بشكل، دخل فينا 8 اهداف بس لازم تتفاهموا مع بعض كويس، تكلموا بعض كويس، بالرغم عن ان هو تقريبا كل 3 4 ماتشات 2 الجداد بيلعبوا جنب بعض، لكن مش يا كابتن هي دي شخصيه برضو النادي الاهلي وشخصيه الفريق الكبير طبعا، يعني ده طبيعي شويه، اي حد ممكن يتحط في اي مكان بيشتغل، يعني احمد فتحي لو دخل هيأدي في المكان دوت، محمد هاني انا عاجبني محمد هاني جدا كمان يعني، انا بحب لعب محمد هاني قوي في الباك رايت، ولما بيلعب مساك برضو مش وحش يعني، الولاد بيأدي بصراحه يعني. ف بس يا كابتن خلينا برضو نقول، انا يعني هقول حاجه مش عايزها تزعل حد، بس برضو هو النادي الاهلي طبعا كويس جدا السنه دي وعامل ريكورد كبير، بس برضو يا كابتن منافس، انا شايف المنافس مش احسن حاجه يعني، احنا يمكن الجيل بتاعنا كان جيل قوي جدا، بس كان تحس ان في منافسه شرسه مثلا في اربع خمس فرق مثلا، في فرق قويه كتير قوي، لكن انت هتفرج السنه دي مثلا انت بتتكلم في فرق كبير جدا على المركز الثاني، كبير قوي على المركز الثالث، اللي هو اصلا نادي برضه صارف كميه مصاريف يعني، صارف فلوس كتير جدا، وفي الاخر انت فارق عنه بحاجه 20 نقطه، فاللي هو برضه طب المنافسه فين؟ بس طبعا انت كنادي اهلي انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، انت شغال السيستم بتاعك هو واحد، مالكش دعوه بحاجه. ده اللي مش عاجبك في الدوري يا كابتن، انه مفيش منافسه حقيقيه. مفيش منافسه بصراحه، لا خالص خالص، انا مش حاسس باي منافسه يعني، الدوري اتحسن من بدري جدا، انا النقطه اللي مضايقاني قوي القصه بتاعت بيراميدز، يعني انت نادي صارف فلوس كتير قوي يعني، ميزانيه ضخمه جدا، وفي الاخر انت واخد ثالث وفارق كبير قوي عن المركز الاول، حاجه و20 نقطه تقريبا. فيعني هي دي مضايقاني شويه في القصه بتاعت المنافسه، بس انا برضو بقول لك ان الاهلي هو ملوش علاقه بالقصه دي، هو مش بيتاثر، هو الاهلي بيلعب ماتش سهل صعب، هو ملوش دعوه لحد اخر لحظه، هو بيكسب حقيقي، عايز يكسب، عايز يعمل حاجه لنفسه، انا ما بخسرش، ما ينفعش اخلص ماتش متعادل او خسران، فدي قصه في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي صراحه من زمان حتى احنا على ايامنا مثلا لما كان خلاص الدوري مثلا بيتحسم قبليها ماتشين ثلاثه، كان مستر مانويل خلاص بياخد اجازته بيسافر، كان كابتن حسام اللي بيكمل، لعيبه كتير جديده بتلعب، بس برضو الموضوع انت مش نازل تخسر ولا نازل تسيب ماتش لحد، لو فرقه حتى بتلعب فرقه مثلا ممكن فيها هبوط مثلا، انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، فدي هي شخصيه النادي الاهلي، ما بيتاثرش باي حاجات محيطه. وشفنا ده حتى في مباراه طلع الجيش امبارح، رغم ان انت حاسم انت بتكسب اول، بتكسب 3-0 وشكلك كويس واللعيبه بتجري ومتحمسه يعني، ده اللي شفناه كمان تاييدا يعني الكلام يا كرم. بالظبط. طب النهارده المقوله اللي بتقول انه موسيماني بالرغم من ان هو افريقي لكن يتمتع بعقليه اوروبيه، بتتفق ولا بتختلف في الاول مع المقوله دي؟ لا بتفق، لان احنا كلنا اتفرجنا عليه لما كان ماسك الفرقه بتاعت جنوب افريقيا. ايوه لا احنا شفنا فرقه بتلعب كوره يعني ممتعه، حلو، فرقه بتمتع يعني الناس، فلا الواحد بصراحه اول ما فكروا في الراجل دوت انا اتبسطت يعني، انا قلت لا انا، لان الواحد انت النادي الاهلي ما ينفعش يبقى انت كابتن هاني، هبقى فاهم في القصه دي شويه، ما ينفعش ان انت
انا احب الفرقه الكبيره اللي تبدا بالكره من تحت، مش عايز لعب طويل. تبني انت فرقه كبيره طبعا. وبعدين انت هتلعب، انت النادي الاهلي في مصر، فطبيعي ان انت لازم تبقى قوي جدا، لازم يبقى ليك شكل هجومي وشكل منظم. فانا اتبسطت بصراحه ان الراجل ده موجود. اي حد تاني موجود ممكن يعمل كل حاجه، ممكن يجيب بطولات وكل حاجه، بس لو مالكش شكل طب وبعدين انا استفدت ايه؟ يعني برضو انا ما استمتعتش، وانا النادي الاهلي اقوى من اي حد بيلعبني، وعندي احسن لعيبه في مصر، فلازم يبقى برضو ليا شكل اداء كويس. بالظبط ده اللي بيعمله موسيماني. بالظبط ده كمان كان شويه قلق من الناس، رغم النادي الاهلي كان بيكسب مع الاجزاء الاخيره من مباراه فايلر كان موجود، بس الاهلي بيكسب بس بالزبط. بس الاداء لا، هو ده يعني انت كده. بتتكلم على الجزء، هو ده اللي انا قصدي عليه بالفعل. يعني هو ده اللي انا قصدي عليه جدا، يعني ان انت يعني بص يا كابتن، خلينا نتفق ان النادي الاهلي باي حد جاب بطولات. الحقيقة. اي حد الحقيقة. مدرب مصري، مدرب اجنبي، اي حد، اسم كبير اسم صغير، هو جاب بطولات. فحته البطوله في النادي الاهلي دي مش حاجه مستحيله، بس انا عايز بقى كمان اجيب بطوله واعمل اداء كويس. يعني احنا ايام مستر مانويل اللعيبه طبعا كان مجموعه كبيره جدا، كبيره ونجوم، بس برضه انت كان في اداء. يعني النادي الاهلي كنت اتفرج عليه في شكل كبير، في شكل حلو قوي، كان لما حد بيتعادل معاك ده يعني بيروح يعمل فرح. يعني عشان تتعادل مع النادي الاهلي في الوقت دوت كان يعني حاجه مش طبيعيه ان انت تعمل كده. فانا اللي بطمع فيه في النادي الاهلي، انت كمدرب اشتغلت مع فرقه زي دي، لازم يبقى ليك شكل، لازم ما تخافش وتبدا من تحت ويبقى ليك شكل كويس جدا في الملعب عشان تمتع بقى الناس كمان. ما يبقاش انت بتكسب اخر ثانيه ولا اخر حاجه وخلاص، ما انت هتكسب، انت النادي الاهلي هتكسب، بس الشكل مهم كمان. ده حقيقي، وده الشكل اللي شفناه خلال الاربع خمس فتره الاخيره. يعني توقع، يعني خلينا نتكلم بقى انت كرامي، توقعت الاسم الموسيماني مع النادي الاهلي في التوقيت، انا اعتقد توقيت اكتر من رائع ان مجلس الاداره يعني فكر في الوقت ده بالذات. ما جاش على بالك هيبقى الموضوع صعب لان يعني ما قلقتش شويه على النادي الاهلي؟ لا 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 خالص يا كابتن، هو الاسم موسيماني مش اسمه صغير في افريقيا، راجل عنده خبرات في افريقيا كبيره جدا. زي ما قلت حضرتك، هو احنا شفنا الفرقه سان داون كانت عامله ازاي، الفرقه شكلها حلو قوي، بتلعب كره كويسه، خدت بطولات معاه في افريقيا، فلا الواحد ما قلقش بصراحه. يعني هو اتاقلم كمان، يمكن هو الموضوع بس كان غريب عشان احنا يمكن المنظر بس شكله غريب علينا، والناس كانت منتظره مدرب اجنبي فاكره عايز حد ابيضاني وبتاع ومش عارف شعر مسبسب والكلام ده. الموضوع بس شويه غريب على الناس كشكل المدرب، لكن غير كده لا، هو الموضوع مش كده. انت ممكن تجيب واحد مصري عنده فكر كويس جدا، وطبعا يا كابتن بيفرق في النادي الاهلي جامد جدا 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 شخصيه المدرب جدا طبعاً. لان انت لازم تسيطر على النجوم، انت معاك نجوم، معاك احسن لعيبه في مصر، فحته السيطره على اللعيبه دي تعرف تظبط الدنيا، تعرف ما تخلقش مشاكل جوه الفرقه، لان في لعيبه كبيره بتبقى قاعده احتياطي. حضرتك عارف اللعيب الكبير ده الاسم، لما بيقعد احتياطي لو عمل لك مشاكل جوه الفرقه خلاص الدنيا باظت عندك. فانت ان انت تعرف تسيطر على المجموعه كلها، ده طبعا نجاح لاي مدرب في النادي. يعني نجاح لاي مدرب اكيد، وانت بتتكلم اكيد يعني ما بين قوسين مانويل جوزيه، لان انت الجزئيه اللي بتتكلم فيها ديت انه التعامل مع شفتها في فايلر يا كابتن، وفايلر شويه في الأول. بس في الاول ولا امتى شفتها؟ في اي لا فتره شفتها من فترات فايلر. كتير، بس برضو هي النتائج بتفرق. مش عارف حضرتك عايز تقول النقطه دي ولا لا؟ مش عايز اقول النقطه، عايز اقول نقطه ثانيه. انك في فرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم دي راضيه ومقتنعه بكلامك، وفرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم ديت ما بتدكش نفس الإيحاء. ان انا لا يعني بيبقى في نوع من القلق شويه، في نوع من يعني فاهم، يعني انا اللي اعرفه ان مانويل جوزيه بيعمل كنترول على النجوم والنجوم بتحبه او مقتنعه وبتدوس على نفسها طبعاً، ويبقى طبعاً. بيبقى الموضوع عندهم حافز اكتر اكيد يا يعني كابتن. مع بايلر شويه انا بحترمه جدا، لكن كنت بحس ان في شويه مسافه ما بينه وعلاقاته مع اللعيبه فيها مسافه شويه، وده طبيعه على فكره السويسريين. يعني خلينا نتكلم على طبيعه مدربين، يعني اجريسيف شويه يمكن في التعامل شويه. لكن لا، مستر مانويل انا شايفه كان حكيم قوي، يعني هو راجل ذكي، ذكي جدا جدا جدا. يعني لا يعني الواحد بصراحه اتعلم منه كتير وتاثر بيه جدا جدا في الفتره انا قعدت فيها النادي الاهلي. لا الراجل ده الواحد اتعلم منه حاجه كتيره جدا في الشخصيه والتعامل مع اللعيبه. لا حاجه مختلفه خالص عن مدربين كتير جدا بصراحه الواحد اتعامل معاهم. يعني ايه الفرق بين موسيماني ومانويل جوزيه؟ لا انا موسيماني لسه برضو ما نقدرش نقارن، ما نقدرش نعمل مقارنه دلوقتي في فتره صغيره. بس اللي انا شايفه كويس في موسيماني، انا شايف ان اللعيبه تقريبا اللي ظاهر قدامنا، احنا مش عارفين ايه اللي جوه الكواليس يعني، بس اللي ظاهر قدامنا ان الناس شكلها بتحبه، يعني اللعيبه حباه.
واضح قدامنا في الاحتفال بتاع الدوري، اللعيبه كلها بتحبه. ايوه انا كان قصدي كده، انه مش بس في طريقه اللعب، مش قصدي تقيمه لي فنيا، تقيمه لي حتى الشخصيه اللي انت اكتشفته او استمدته من موسيماني، وحاسس ان هو شويه قريب من 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 مانويل جوزيه. لا يعني انا ما اعرفش الشخصيه قويه ولا يعني الى حد ما. انا اصلا جابوا له فيديو من قريب، فيديو يعني تريقه كده يعني كوميك كده، ان اتفرجوا على مدرب الاهلي طيب جدا، فجايبينه في جنوب افريقيا، مذيعه بتعمل معاه لقاء، وهو انفعل بطريقه رهيبه وزعيق زعيق زعيق. لا لو شفته يعني ضحك ضحك مش طبيعي. فهو الراجل ما تعرفيش بقى لسه، الواحد مش عارف برضه شخصيته اذا كانت شخصيه قويه، شخصيه هادي مش هادي، لسه ما بانش برضه عليه كاركتر لسه مع الوقت لسه هياخد وقته ويبان الكاركتر يعني. اكيد اكيد. طيب احنا عندنا فاصل سريع جدا في البيت الكبير، ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي حلقة. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا طبعا النجم رامي عادل موجود معانا، لكن معانا كمان تليفون مهم جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. اهلا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ الف مبروك اهلا يا كابتن سيد. هاجي لك يا كابتن سيد. هاجي لك انا كمان. الاول مبروك على التتويج، ومبروك على البطوله ال 42 في دولاب بطولات النادي الاهلي. يا رب يا رب كده ان شاء الله نعمل دولاب جديد من السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ونوفق ان شاء الله حتى على المستوى الافريقي. بس خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن كان في تصريح اعتقد ايجابي جدا جدا من حضرتك ومن خلال النادي الاهلي على الازمه اللي حصلت امبارح في اثناء التتويج ما بين محمد فضل وكهربا، ورغم التصريحات الايجابيه والايجابيه جدا من خلالك طبعا في وسائل الاعلام، لكن فوجئنا بان محمد فضل بيقدم مذكره للجنه الانضباط في اللجنه الخماسيه، واللجنه دي كمان هتنعقد بكره لاتخاذ امر ما او عقوبه في حق كهرباء. راي حضرتك؟ طيب بص، يمكن احنا ترفعنا بشكل كبير، وانا قلت الكلام ده دلوقتي وبعيده لان هي دي الحقيقه، يعني ترفعنا بشكل كويس قوي قوي قوي، بشكل هايل جدا في الموضوع دوت، وقلنا ان ده احتفاليه وتتويج وفرحه، فمش عايزين نكترها او حتى نلمس عليها باي حاجه يبقى فيها نوع من تعكير الصفو يعني، وخصوصا كمان انها جايه في من واحد شغال في الاهلي دلوقتي اللي هو كهرباء، او بيلعب في الاهلي دلوقتي كهرباء، وما بين كابتن محمد فضل اللي واحد من ولاد النادي. صحيح هو بيمثل اتحاد الكره في الوقت الحالي، طبعا مش عايز اقول كده انه بقى فيه انتماء يعني للاهلي بشكل صارح يعني، لان هو في الاول والاخر الراجل طبعا يعني مسؤول وبيبقى فيه حياديه، لكن في النهايه ترفعنا بالامر ده على اساس ان الامر يبقى بالنسبه لنا يعني في اطار فرحه في وسط فرحه، فاحنا ما نبقاش سبب او جزء منها يعني. اوكي؟ صحيح. لما عملنا الموضوع ده عملناه واحنا بنحترم المنظومه ككل، بنحترم المنظومه اتحاد الكوره، اثنين عليهم كمان في اثناء الكلام النهارده، وحتى لما كنت موجود في اتحاد الكوره من كام يوم في تجميعه مديرين الكوره او المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين لرؤيه مقترح السنه الجايه. كمان احنا لما اشرنا ده في احترام للمنظومه ككل، الاحترام ده لازم يكون متبادل. طب الاحترام ده مع كل المنظومه ككل، ما بين طرف وطرف ثاني لا. الاحترام ده لازم يبقى، انا بحترمك جدا فلازم تحترمني جدا. ولو حد بيمثل شيء، طب ما هو كهربا بيمثل النادي الاهلي، لو حد بيمثل اتحاد الكوره في الوقت ده في اللحظه دي، طب ما هو كهربا او اي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي او حاجه مكتوب عليها لوجو النادي الاهلي، فده بيمثل النادي الاهلي في نفس الوقت. وبعدين احنا لو احنا بنتكلم في اطار توضيح للناس جدا، لا احنا ما عندناش حاجه نخجل منها. كابتن وانت متخيل حاجه، لو احنا انت متخيله لو احنا عندنا حاجه فيها ادانه لاي حد في الكوره في اللعيبه ولا اللي موجودين، احنا هنتستر عليها، احنا اللي بنقول حاجه حتى لو ما كانتش باينه في كابتن سيد. هل في تواصل حصل ما بينك وما بين محمد فضل بخصوص الموضوع ده؟ انه يعني الاحتفال كان بروتوكولي وكل حاجه، لكن الانسانيات دي برضو يعني كانت طاغيه على اللعيبه، وده شيء خارج عن ارادتهم، ده في الاول وفي الاخر زميلهم، وفي الاخر والاول والاخر كان جيلهم وكلهم مع بعض، يعني علاقه طيبه جدا، وده ملاحظ قوي. كلمت محمد فضل قلت له كده يعني، خاصه الموقف الواضح جدا من النادي الاهلي من خلالك اللي هو وحتى هكمل لك بس الواقع عشان الناس تبقى عارفه كويس قوي مدى اهميه الاحاديث عندنا او الاحداث عندنا. من غير ما حد يقول لنا حاجه ولا يوجهنا لحاجه، احنا في نفسنا
لما بيكون في حاجه احنا بنطلع نقولها. يعني انا بعد اللقاء مباشره انا كلمت كابتن محمد الخطيب على الواقعه دي، تمام؟ لو في حاجه حصلت شوفها شوفها، ولو في اي حاجه حتى لو علينا ناخد قرار على طول، ما فيهاش نقاش ولا جدال. انا شفت الموضوع من باب الامانه والله العظيم اكثر من 16 14 مره، شفتها اكثر من 12 14 مره اللقطه دي. اللقطه شفتها اكثر من 12 14 مره. احنا شفنا حاجه، يعني شفتها عشان ما يبقاش في حاجه معينه. انا مش ممكن حد هيوجهني ان انا اعاقب لعيب عندي عشان ارضي الدستور في المنظومه ككل، واكثر مني رئيس النادي لما قال لي الكلام ده، لو عندك حاجه، لو في اي حاجه للولد ده يبقى في حاجه بالنسبه له لازم يتعاقب. لو مفيش حاجه خلاص، لو مفيش حاجه انت هتوجهني، انت عايز يعني مثلا انا اعاقب لاعب على حد ماسك ايده او بيزقه او عايز يدفعه مثلا؟ يعني احنا بنتكلم في ايه؟ طب ما انا جبت كهرباء بعد يعني بعد ما الحدث ده خلص كلمت مع كهرباء وحكى لي الموضوع كله من اوله لاخره، وانا مش مكسوف ان انا احكيه على الهواء. الموضوع بدا ان الراجل محمود كهرباء سلم على مؤمن وما سلمش على كابتن فاضل. بس الموضوع بدا من هنا، ان انت بتسلم على واحد جاي ما سلمش نسيت ايا كان، مش ده يبقى النتيجه رده الفعل على طول ان انا ادفعك او ازقك. وبعدين انا لما اروح لجنه الانضباط يا استاذ اسامه يا كابتن هادي يا كابتن رامي، لما اروح لجنه الانضباط مش هاخد بشريط اللقاء؟ اكيد اكيد طبعا، هو هيرجعوا لشريط اللقاء نفسه اكيد. حضرتك محمود كهربا مقدم مذكره للاحداث اللي حصلت والشؤون القانونيه عندنا، هتاخدها تقدم، تمام؟ يعني لجنه الانضباط في الاحداث مظبوط على كل الناس، على مرمى ومسمع من كل الناس. ولما هاجي اقول حاجه، مش ممكن مصر كلها يا كابتن هاني، مصر كلها شايفه حاجه وهتطلع لي بقرار ثاني، تبقى كارثه. لا انا بايدك تماما يا كابتن سيد، وخاصه انت بتقول جزئيه اللي عملها بتغيبش عنها. يعني مصر كلها شايفه حاجه، شايفه حاجه معينه في شريط فيديو، أيوة. تمام، شريط فيديو موجود او شريط المباراه كانت لسه المباراه يعني منقوله على الهواء، اوكي، ويتخذ قرار ثاني خالص. وبعدين انا لما هتقدم مذكره في لجنه الانضباط، احنا كمان هتقدم مذكره عن طريق اللاعب بتاعنا في لجنه الانضباط، وهترجع لحاجتين. الحاجه الاولى شريط اللقاء، الحاجة الثانية الناس اللي موجودة شهود، الناس اللي موجودة شهود. فاحنا مش ما كناش هنتصدر على حاجة لو كهرباء عاملها، اوكي. انا ماليش علاقة بأحداث سابقة فبناء عليها هتاخد فيها قرار، انا بتكلم على الموضوع ده اللقطة دي. وانا من واجبي يعني احنا ترفعنا ان احنا نتكلم على حاجة مثلا ممكن يبقى فيها يعني قرار معاكسي اصلا عشان نحافظ على اليوم الجميل ده. لكن لو في حقوق يبقى حق الكهرباء ده اللي يتجاب اصلا. يعني لو في حقوق ترجع يبقى حق الكهرباء ده اللي اتجاب اصلا. اوكي، الحاجه الثانيه والاهم، احنا بس عشان بنفتكر كويس قوي احداثنا في مباراه السوبر يا كابتن هاني، والاحداث اللي كهرباء خد عليها صحيح وقت اخر الموسم، وبعدين تم تخفيض العقوبه لحد 10 مباريات لو تتذكر. انا معاك. كان السبب الرئيسي مفيش فيديو بيدين كهرباء، مفيش فيديوهات بيدين كهرباء غير ان اللي كانوا موجودين في المباراه قالوا ان هو السبب في اشتعال الازمه. ده مظبوط. انا عايز اعرف مين السبب في اشتعال الازمه بتاعت امبارح دي، يعني مين السبب؟ لو انت بنفس النهج، تمام، ولجنه الانضباط خدت القرار بتاعها ان ده في قرارها تحسيات القرار، حسيات القرار اول حاجه كده مكتوبه ان ده كان السبب في اشتعال الازمه، اوكي. طب احداث الامس دي مين السبب في اشتعال الازمه؟ يا جماعه مش هينفع كده، يعني مش هتنفع حاجه. او احنا بالنسبه لنا هنيجي على لعيب عندنا عشان ارضي حد؟ مش هينفع. احنا عاقبنا كهرباء مليون جنيه وما اتكسفناش وقلنا ان هو اخطا. ده صحيح، ده صحيح. ولما بيجي الكبير والصغير يخطا بنطلع نقول عقوبه كذا وعقوبه كذا وعقوبه كذا، فمش هنسمح لحد في النادي يتطاول على حد واحنا شايفينه بعينينا، تمام، ومش هنعاقبه. لكن كمان لما نترفع عن شيء لحيثيات عندنا او لاسباب عندنا، انت كمان لازم تقدرها وتحترمها. انت كنت منتظر يا كابتن سيد، انت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت اولا الكابتن الخطيب قال لك يا سيد شوف لو الموضوع فعلا اللعيب يتعاقب هيتعاقب. الجزء الثاني كلنا شفنا وكلنا ومصر كلها شافت الفيديوهات ان محمود كهربا رد فعل الاول. انا في رايي يعني مش عايز اقول رايي، لكن الجزء الثاني والاهم، انا مش عايزك تقول رايك يا كابتن هاني، معلش انا بقطعك، انا مش عايزك تقول رايك. احنا نعرضها على الهواء في التحرير ولا حاجه والناس تقول مظبوط الواقعه دي، مظبوط، ومحدش يقطعها، تمام. اثنين يعني لو في لفظ قاله كهرباء ولا حاجه، اي حد سمعه او كابتن محمد فضل سمعه يقول قال ايه، يقول لنا قال ايه.
بس لكن انا كمان مش ممكن اعاقب لعيب اتفرج عليها 12 14 مره من اوله لاخره والناس تبعت لك بزوايا مختلفه. مش محتاج كل ده على فكره. لا طبعا اكيد لا مظبوط. محدش هيوجهنا ان احنا دورنا اصلا نحمي لعيبتنا. احنا دورنا بنحمي لعيبتنا وبنحمي نادينا وبنحمي حاجه، لكن لما كمان بيبقى فيه غلط احنا اول ناس بتطلع تعاقب ده، حتى لو هنضر فنيا. حتى لو هنضر فنيا. فانا لجنه الانضباط يعني بنقدرها وبنحترمها ولها قيمتها ومكانتها، لكن لما حصل في احداث السوبر كده تمام، حصل في احداث السوبر كان من حساسيات وقف الكهرباء ان هو المتسبب في الازمه. اوكي؟ احنا عايزين نعرف مين اللي كان متسبب امبارح في ازمه امبارح. اثنين اوكي؟ اثنين شريط المباراه موجود الحمد لله رب العالمين انها ما اتقطعتش، والا كانت هتبقى مشكله كبيره يعني. مشكله كبيره. ثلاثه انا مش يعني انا بالنسبه لي انا مش شايف، لا بالنسبه لي انا يمكن مصر شايفه حاجه ثانيه يعني. الناس في مصر بتتفرج على الفيديو شايفه ان كهربا مثلا يعني غلط ولا حاجه دي، لكن بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي لو كان في عقوبه كنا هناخدها، لكن بالنسبه لنا كلنا مفيش اي حاجه على الراجل ده. اربعه بكره الصبح بناء على مذكره تقدم فيها كهربا ليا شرح فيها الاحداث كلها مع الشؤون القانونيه عندنا، هنتقدم احنا كمان بلجنه او بمذكره للجنه الانضباط تمام؟ بس ونثق فيها تماما. ودي كانت رغبه كابتن محمد فاطر، المخطئ ياخد حقه، المخطئ اسف ياخد جزاء. يعني الامر كله معروض حاليا على لجنه الانضباط او سيتم عرضها على لجنه الانضباط يا كابتن سيد؟ احنا ترفعنا يا استاذ اسامه بالشكل ده، بالعكس احنا كنا مش حابين نعمل حاجه تعكر الصف والموضوع، لكن مش ممكن ابدا، مش ممكن اجي انا يعني بعصب لعيب عادي ما عملش حاجه اصلا خالص. ومع احترامي الكامل احترامي وبنقدر كل المنظومه في اتحاد الكوره وكل المنظومه الرياضيه كلنا بنقدرها اوكي، لكن صح. لو واحد بيمثل نادي مثلا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او نادي الزمالك او اي نادي، او واحد بيمثل اي حد بيمثل اتحاد الكوره، فاللي موجود في الملعب ده بيمثل النادي الاهلي. صحيح. لما تتعامل مع حد في اتحاد الكوره انه بيمثل اتحاد الكوره، عليك ان تتعامل مع اللاجئ لابس لوجو النادي الاهلي ده ان هو بيمثل النادي الاهلي. فالتعامل لازم يكون محترم، زي ما انا بحترمك جدا وبقدرك، انت كمان نختلف نتفق ده جزء ثاني، نختلف في الفكر، نختلف في الاسلوب، نختلف في الاداره، نختلف في الكلام، لكن ما نختلفش ابدا في الاحترام. ما نختلفش ابدا بالدفع ولا الدق ولا الشد، ما ينفعش. ده حقيقي يا كابتن سيد، طبعا اولا بنشكرك على التوضيح، وواضح جدا ان طبعا النادي الاهلي كان بيحاول بقدر الامكان زي ما انت بتقول ان الموضوع بيتلم بشكل ودي واحنا مقدرين والمنظومه كلها تعدي والامور تعدي بسلام، لكن طبعا قدوم محمد فضل ل يعني الدعوه للجنه العقوبات او انه في عقوبه على كهرباء اتحرك النادي الاهلي سريعا وقال خلاص طالما الموضوع كده احنا كمان عندنا ورقنا وعندنا شهاداتنا والامور هتبقى ان شاء الله واضحه للجنه الانضباط بشكل كبير جدا. انا اسف بس انا اقول الحته قبل ما اختم معاك. اتفضل. الموضوع كمان مش محتاج ورق، هي طالما حاجات قانونيه فهتحتاج اللي حضرتك بتقول ايه ده، لكن ده محتاج فيديو. الفيديو قدامنا اهو يا كابتن سيد. نتكلم الصوره بتقول، خلينا الصوره تقول لنا حاجه تمام، لكن لما يطلع حاجه عكس الصوره ديت لا تبقى مشكله كبيره قوي الصراحه. لما تطلع حاجه عكس الصوره دي هتبقى مشكله كبيره. الفيديو قدام المشاهدين وهم برضو ليهم الحكم في الاول وفي الاخر، لان دي يعني دي مصوره والناس الحقيقه على السوشيال ميديا امبارح برضو الحقيقه يعني يمكن تعاطفت بشكل كبير جدا مع اللاعب. احنا من هنا مش بنتكلم عن لاعب في النادي الاهلي بندافع عنه خلاص، لا يعني انت النهارده زي ما انت قلت دلوقتي كابتن سيد اللقطه متصوره ويمكن حتى فعلا متصوره من كذا زاويه، ولجنه الانضباط هي اللي هتقرر وتشوف من المخطئ، لان الموضوع زي ما انت قلت كابتن هو الموضوع باين وواضح يعني وضوح الشمس، مش احنا اللي هنتكلم او حضرتك اللي هتقول، لا الفيديو قدامنا والصور قدامنا وهتروح لجنه الانضباط والانضباط يعني هي اللي تشوف الصوره. اتفضل. انت ليك مكانتك الكبيره جدا في النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي بشكل كويس، اتحداك ان لو في حتى تعاطف جماهيري او لعيب نجم بنقدره وبنحترمه وبنتعامل معاه بنجوميته، بس لو في خطا انت ما بتعملش حساب رد فعل الجمهور، انت بتتعامل مع الخطا. صح تمام. بتتعامل مع الخطا مظبوط ولا مش مظبوط؟ الامثله بقى كده كتير جدا. ثق تماما ان لو في اي مشكله حصلت من اي لاعب اسم ايه بقى مش فارقه معانا، حصلت مشكله مع لاعب اوكي
انت بتتعامل مع الخطا ده وبتقدره بالموقف ده بالحدث ده وبياخد العقوبه اللي هي يعني تتناسب مع الحدث. اسم اللاعب ايه؟ مش عايز اقول مش فارقه معايا، لا طبعا. لا طبعا مش فارقه معايا كنظام فرقه. كنظام فرقه. فمش عشان في رد فعل او في حاجه عند اللاعب ده او له نجوميه كبيره، لا انا اسم النادي اكبر. لكن لو في حقوق ترجع، الحق ده حق كهربا لازم يرجع. انا ما شفتش في حياتي يعني كان في موسم 2002 او 2003 وقائع شديده جدا، في حد ما سلمش على حد على المنصه في موسم 2000 ولا 2003. تمام؟ مش معنى كده ان انا ادفعك بايه في ايدك، مفيش كده. مفيش كده في الحياه خالص. فلو في حقوق ترجع بقى يعني لجنه الانضباط بنقدرها وبنحترمها وكمان واثقين فيها بشكل كبير جدا، تاخد بشريط اللقاء لو في شهود، الشهود موجوده، مش يعني مش هنكذب على اخر الزمن يعني، اوكي؟ لكن احنا ترفعنا عن الموضوع وقلنا يعني كابتن محمد صبري واحد من ولاد النادي، وكمان مفيش مشكله ان احنا نعكر صف الفرحه ولا نعمل الموضوع بشكل كبير ولا حاجه، لكن كمان يعني كمان يعني الولد عنده حق وكمان يتعاقب. ده انهي قانون ده؟ لا اكيد النادي الاهلي بياخد حق اولاده، زي ما النادي الاهلي كمان لما بيشوف لما يكون شوف اولاده بيغلطوا، اكيد النادي الاهلي اول واحد كمان بيقف ضد يعني وبيقف ضد الغلط وبيطلع عقوبات وفي نفس اللاين وفي نفس الخط. لو النادي الاهلي شايف ان في حق من حقوق اولاده هتضيع، لا النادي الاهلي بيقف وبيقف بقوه كبيره جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله ونقول لك مبروك، محدش هيعكر صفونا واحنا فرحانين ومبسوطين بالدوري 42 ومنتظرين كمان التاسع ان شاء الله. كابتن سيد يا رب تبقى فرحه كبيره باذن الله. يا رب. شكرا يا رب. كابتن سيد ان شاء الله. شكرا كابتن سيد، كان وجب التوضيح. يمكن المكالمه كلها اتلخصت في ثلاث نقاط اساسيه جدا، انه اي لاعب هيخطئ اول من سيحاسبه هي اداره النادي الاهلي، مش مستنيين انه حد يصعد اي امور او يشوف اي خطا وبعدين احنا نحكم على اي لاعب. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انت النهارده تم تصعيد الموقف من قبل طرف هو اساسا يعني اللاعب هو اصلا اللي له حق فيه. رقم ثلاثة، انه لجنه الانضباط هي اللي هتقيم اللقطه اللي حصل فيها المشاده دي، وهي اللي بتحدد الموقف الاخر او بتحدد من المخطئ. انا معاك يا سام، وده مهم بس جدا. يعني خلينا نتكلم كلام واضح وصريح، ان بالرغم عن كل دوت ان النادي الاهلي اول حاجه، وده يحسب الكابتن سيدي ويحسب الكابتن محمود الخطيب، انه ما رضاش يكبر المشكله بزياده، ما رضاش ان هو كان وارد جدا النادي الاهلي هو اللي يعمل المشكله، لكن النادي الاهلي لم الموضوع زي ما الكابتن سيد قال. صحيح. محمد فضل برضه من ولاد النادي وهو مسؤول، والامور اتخذت في اطار ان حاجه عابره وعدت في احتفاليه وده مش هيعكر صفو الموضوع، وبالتالي يعني ده بالتالي هيتاخد في اجراء زي ما انت قلت اللجنه، والنادي الاهلي مش هيسيب حق اولاده. معلش يا رامي، يعني انت طبعا طولنا عليك شويه، لكن كان وجب التوضيح. لا كانت حاجه مهمه، كان طبعا ان هي توضح للناس، طبعا مهمه. صحيح. جدا بصراحه. يعني كلمنا بقى على منو الجوزي. لا انا بس هقول نقطه في القصه دي، ان طبعا خلاص هو الموضوع يعني زي ما الكابتن سيد اتكلم ان الموضوع متصور، فاكيد المخطئ هياخد عقابه. صحيح. سواء بقى. صحيح. كهربا، سواء فضل، سواء اي حد، الموضوع مش هيستخبى، مش مستخبي اصلا. طبيعي. يعني ده طبيعي. ولو في حد موجود في الواقع وشايف ان حد غلط هيقول يعني. ما تمام بس عايزين نتكلم عن المقاولين والانجاز والنجاح اللي حققه كابتن عماد النحاس وتحقيق المقاولين النهارده للمركز الرابع، ده انجاز الحقيقي يستحق تسليط الضوء عليه. أكيد طبعا. يعني في الأول طبعا أنا نسيت في الأول في بداية البرنامج إن أنا أبارك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبته، لأن على الدوري الـ 42 بتمنى لهم طبعا التوفيق أكيد إن شاء الله في المباراة الفاينل بقى إن شاء الله، سواء قدام نادي الزمالك أو قدام الرجاء، بتمنى لهم التوفيق طبعا إن شاء الله فيها بإذن الله. قصة طبعا المقاولين، يعني المقاولين نادي الحمد لله اسم كبير في مصر واسم كبير في افريقيا، مش اسمه قليل. يعني حته الانجاز انجاز طبعا، لان بقى لها فتره كبيره غايبه عن النادي، بس في نفس الوقت برضو انت نادي كبير، يعني تقريبا ثالث نادي في مصر عدد بطولات بعد النادي الاهلي والزمالك. فانت مش بتتكلم على نادي صغير، ان يعني الموضوع مش عايزين برضو نكبره قوي.
يعني الحمد لله مجلس اداره طبعا احنا متعودين، انا وانا عندي 8 سنين دخلت النادي دوت، لعبت الفريق الاول وانا عندي 17 سنه، فعارف يعني عارف مجالس الادارات اللي فيه، وعارف قد ايه الناس محترمه و بشكل يعني بتتعامل بشكل احترافي كبير جدا مع فريق الكوره في النادي، وعارفين اهميه الكوره جوه النادي. فلا الناس وقفت جنبنا كويس جدا السنه دي، ومن السنه اللي فاتت بتدعم بشكل كبير جدا، واقفين جنب كابتن عماد في الفرقه بشكل كويس، مش مؤخرين الحمد لله علينا بشكل كبير. يعني اكيد طبعا كل الانديه عندها شويه حاجات اكيد طبعا، مش عايز طبعا اقول يعني عشان ما بقاش ان انا يعني حد يقول لك لا ده مؤخرين، فبص ما ينفعش تقول كده. لا انا بتكلم بشكل عام ان الدنيا الامور ماشيه بشكل الامور ماشيه بشكل مقبول كويس يعني. بالظبط كده، اللي تخليك تمشي يعني ما تعطلكش الدنيا. فيعني لا والحمد لله احنا كمان يعني بصراحه الواحد اول مره يشتغل في المجال، واشتغل مع عماد اول حد اشتغل معاه. عماد طبعا اخ كبير لينا، احنا يعني قريبين في السن كلنا، الجهاز تقريبا معظمنا قريب في السن من بعض، الحمد لله في كيمياء كويسه قوي ما بيننا، الدنيا ماشيه بشكل كويس، بنحاول نجتهد على قد ما بنقدر وبنطلع اقصى حاجه عندنا. يمكن في حاجه كويسه قوي عماد شغال عليها بشكل كبير قوي، القصه بتاعت اوضه اللبس. اللعيبه اللي عندك واللعيبه اللي بتدخل الفرقه عليك لازم تبقى نوعيه معينه، ده مهم جدا. انت ممكن تجيب لعيب كبير قوي لعيب سوبر بس اخلاقه هيبوظ لك اوضه اللبس، هيبوظ لك اوضه اللبس. فلا احنا يعني عماد شغال على الموضوع ده بشكل كبير جدا من السنه اللي فاتت، وعجباني فيه جدا القصه دي. بيتكلم مع اللعيبه فيها على طول. اتعرض عليكوا لعيب من النوعيه دي يا رامي يعني خلال مشواركوا كتير يعني كتن. اتعرض عليك انت حاسس او عماد مع حفظ الالقاب طبعا عماد شايف ان ده لعيب كويس قوي لكن هيبوظ لي زي ما بيقولوا كده، لو حطيت اكيد طماطم بايظه في سبت هتاخد السبت كله وتروح يعني. ده عرض عليكم قبل كده وكابتن عماد رفض؟ ده اللي احنا يعتبر يعني عماد شغال عليه بشكل كبير جدا، ويمكن ما اعرفش اسماء اتعرضت بس هو ده الاساس يعني. اكيد اتعرض عليه، اكيد اتعرض واترفض اكيد يعني، لان ده مهم جدا عندنا، وده بينجح بشكل كبير جدا ان انت طول ما الدنيا عندك هاديه ما عندكش مشاكل، ما حدش بيصدر لك مشاكل كل شويه، هلعب ما العبش، انت ما تلعبنيش ليه، انت مش عارف، ويقعد يكلم في اللعيبه. حضرتك عارف القصه دي طبعا، لعبت ومرنت وعارف القصه، بالذات لما تبقى مدرب اكيد مدير فني منها بعض الانديه بصراحه، وعارف اللعيبه بتبقى عامله ازاي، وعارف النوعيات المصريه عامله ازاي في مصر لما حد بيبقى عايز ينخرب او يخرب في فرقه. فلا احنا دي بنحاول نحافظ عليها بشكل كبير قوي الحمد لله. نوعيه اللعيبه اللي عندنا نوعيه كويسه جدا من اللعيبه، لعيبه محترمه، لعيبه عندها طموح. عماد نقل لهم الطموح يعني، عماد برضو مدرب كبير يعني، كبر في وقت قليل، لعيب كان لعيب ليه تاريخ كبير ولعيب كويس جدا، فنقل لهم خبراته، نقل لهم طبعا الطموحات بتاعته. راجل لعب فتره في النادي الاهلي وخد بطوله مع الاسماعيلي واحترف، فعنده خبرات كبيره جدا نقلها بشكل كويس. اللعيبه كلها قريبه منه، بتعتبره اخوهم يعني، اي حد عنده مشكله، اي حد عنده اي حاجه، فدي الحمد لله منجحنا بشكل كبير يعني. يمكن ده النجاح الاكبر لينا السنه دي. طبعا كنا شغالين على القصه بتاعت ان انت طبعا عايز تبقى في المربع الحمد لله يعني، على المستوى الفني كان المقاولين بيضم لعيبه رائعه وبتنافسوا على المركز الثالث لحد اخر لحظه بالظبط يعني. احنا الحمد لله كمان السنه دي الانجاز الكويس اللي احنا عملناه ان احنا من اول الموسم احنا ما خرجناش بره المربع، ما خرجناش احنا مزبوط. يمكن فتره كبيره اول لحد ما الاهلي بدا يلعب الحاجات المؤجله دخل، احنا فضلنا فتره تاني، الزمالك دخل ثالث لحد ما بيراميدز يعني ان انت طول الموسم بتلعب وان انت في المربع دي حاجه كويسه الحمد لله. يمكن الفتره الاخيره بس كان المستوى شويه قل شويه، بس ده طبيعي يعني، يمكن طبعا في ضغط عصبي شويه على المركز الرابع، طب هيضيع مش هيضيع، حد بينافس من تحت، حد بيحاول يطلع الحاج، فده طبيعي. والحمد لله يعني ربنا في الاخر ما ضيعش تعبنا الحمد لله ومجهودنا اللي احنا تعبناه يعني، وخدنا اللي احنا عايزينه في الاخر. قصه ان احنا الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه هيبقى فيه القصه بتاعه الكونفدراليه، هيبقى فيه شغل اكيد مختلف، وهيبقى فيه تركيز تاني وطموح جديد. انت كمان لما بتلعب على المستوى الافريقي والولاد يلعبوا باسم مصر، انت بتلعب بره باسم طبعاً. مصر، فالطموح بيختلف ونوعيه كمان ان شاء الله تجيبوا لعيبه بنوعيه مختلفه. وانتوا عندكم كمان انت اتكلمت على كل ده، لكن عايز كمان ازود عليها الناحيه الفنيه طبعاً. الشغل الفني طبعاً.
مع عماد، وانت كمان كان ليك دور كبير قوي، ان كمان شكلكم كان كويس كلنا معا. كابتن مش انا والله. بالظبط يعني كل الجهاز يعني الفني والمساعدين يعني كابتن عماد والكابتن علاء عبد الغني، كابتن رومي ربيع، كابتن احمد زهران، كابتن محمد فتحي، كابتن عبد الرحمن، الجهاز الاداري، مش عايز اقول يعني كل الناس كلها بصراحه، كله بصراحه كل الناس الشكل كان حلو كمان يعني، كنتوا بتلعبوا كره حلوه بصراحه يعني. الحمد لله يعني بنسبه كبيره عملنا الحمد لله السنه دي شكل كويس جدا في الدوري، والناس كلها حتى لما كنت بتيجي تلعب اي فرقه وتيجي تتكلم مع مدربين او لعيبه زمايلك، لا كل الناس كانت بتتكلم كويس عليك، الفرقه شكلها حلو السنه دي، انتوا عاملين حاجه كويسه السنه دي، فدي انت بتسمعها من الناس اكتر يمكن ما انت شايفها. انت من اللعيبه اللي كان ليك تصريح يعني عايز اعرف قصته ماليش حاجة لما قلت انا اكتر اللعيبه او تواجدت في الملاعب لمده 20 سنه وتعتبر يعني من اكتر 3 لعيبه في العالم يعني في مصر في الكره المصريه تواجدا في الملاعب، حكايه القصه دي ايه؟ لا حكايه القصه دي ان انا ليه قلت كده اتصعدت؟ لا يعني انا ما قلتش، انا في حد كلمني فبيقول لي حد بتاع احصائيات كده فقال لي احصائيه جات لك ان كذا كذا ان انت لعبت قد كذا. انا ما كنتش مركز في القصه دي خالص على فكره يعني. فهو بيقول لي انت من اكتر لعيبه في مصر لعبت عدد مش عدد مباريات، عدد سنين دوري ممتاز. انا طلعت الفريق الاول وانا عندي 17 سنه، لعبت 2008 سوري 98، خلصت 2018 لا سوري 2018 صح كده؟ انا قلت كده صح ولا 20 سنه 20 سنه بس ففتره كبيره. وطبعا بص يعني انا على طول بقول ان الحمد لله ده توفيق بتاع ربنا، مش شطاره من الواحد خالص خالص، انا ماليش دور اصلا في القصه دي. انا بحافظ على نفسي وبتمرن وكل حاجه، بس برضو في الاخر التوفيق، في ناس عملت احسن مني وتعبت احسن مني بس ما خدتش يعني ما لعبتش قدي، فهو في الاول في الاخر هو التوفيق بتاع ربنا. انا دايما بقول للناس ما تحاولش، في ناس بتتكلم ان في لعيبه بتتعب وبتشتغل وبتموت نفسها وبتلاقي، وفي لعيبه تانية بتعمل كتير قوي واكتر من ده وما بتلاقيش، في ناس بتبقى حظها. يعني انت ما كنتش منتبه للنقطه دي وعشان كده حد من الصحفيين هو اللي لفت نظرك ليها يعني؟ لا اكيد انا يعني انا لحد تقريبا ما وصلت 35 سنه انا كنت خلاص بنهار بقى، مش بنهار بدنيا بس خلاص بقى، كنت مشيت من نادي المقصه وخلاص قاعد في البيت وخلاص، انا يعني يمكن قلت خلاص انا الموضوع كده انتهى بالنسبه لي. كنت بحاول بس كل لما كنت بتعرض على حد يقول كبير، هو ملوش دعوه. كابتن حضرتك عارف القصه دي، انا عارف القصه دي هنا، انه ما بيقولكش كويس ولا وحش، ده يقولك ده كبير ولا انت قادر ولا مش قادر. بالزبط. انت ممكن تحط لي مثلا جهاز دلوقتي الحاجات المتطوره دي وانا مثلا 35 سنه القياسات دي وتشوفني هجري ولياقتي يعني زي واحد عنده 20 سنه مثلا، ده اللي بيحكم. فده اللي بيحكم. وانا الحمد لله لحد ما انا في المقاولين و37 سنه كنت بتمرن يعني، انا ليا واقعه كنت هموت فيها اصلا يعني. احنا كان عندنا معسكر في اسماعيليه وبنعمل فتره اعداد مع الكابتن محمد عوده، وفي اخر ماتش في اخر تمرين الصبح يعني اتمرنا الساعه تقريبا 6 الصبح وبنجري، كنت عندي 37 سنه، ففي حد من ورايا قال بس انا ما سمعتوش، هو بيقول بص رامي 37 سنه وبيجري اكتر من الواد الصغيرين. احنا خلصنا وكنا مسافرين خلاص اخر تمرينه ومروحين اجازه يومين، رحنا على حمام السباحه ننزل الريكفري ومش عارف ننزل. والله يا كابتن انا بعرف اعوم كويس جدا جدا، انا وقفت سبحان الله على حمام السباحه اتكتفت وحسيت ان انا اتكتفت ونطيت بدماغي الـ يعني الـ الارتفاع كان مش عالي قوي، نطيت بدماغي وايديا كانت جنبي يعني ما نزلتش بايدي، انا نزلت لقيت نفسي دماغي دي خبطت في الارض. انا طلعت اصلا لقيت واحد قدامي قلت له الحقني وخلاص بقى، مش حاسس بحاجه، هم شافوا وشي كله دم، حمام السباحه كله دم، ورث كسر الفقرتين. يا ساتر والله يا كابتن. فهي مين بقى كبيرة؟ لا انا عرفت بعدين. قول لي قول لي مين اللي بعدين بس خلص عليك خالص. فالقصه بتاعت السن الواحد بيزعل بس مش اكتر، ان يقول لك ده كبير وخلاص. طب انت انا قادر ولا مش قادر؟ طب هديك احسن من اللي عنده مثلا 25 سنه ولا 20 سنه ولا لا؟ بس لما قلت 25 سنه مفيش انديه، الدنيا مقفوله. بعد كده نادي الاتحاد كابتن طلعت كلمني، كابتن طلعت برده كان سبحان الله يعني كان عمال يشوف لعيبه كتير صغير، فيجي له ناس مش مقتنع مش مقتنع مش مقتنع، حد في الاخر خالص. انا بلعب كوره مع اصحابي وبتاع، خرجت لقيت تليفون تعال لنا تاني يوم. كنت خلاص انت قلت خلاص مفيش حاجه جايه، قلت خلاص يعني هي تجربه. والاتحاد برده نادي كبير ونادي محترم برده، الواحد انه يلعب فيه ده شرف ليه طبعا. اكيد. فروحت خدت التجربه، كابتن طلعت مشي، جه كابتن حسام، لعبت مع كابتن حسام الحمد لله تالقت والدنيا مشيت وجبت اهداف يمكن 5 6 اهداف في الموسم دوت. المقاولين طلبني في يناير،
كابتن حسام طبعا ما رضيش خالص. كملت السنه واعتذرت لمجلس اداره النادي الاتحاد، طبعا ناس محترمه جدا بشكرها طبعا ان الناس ساعدتني، ان انا كان طلبي ان انا يعني فرصه زي دي جات لي وانا عندي 36 سنه ان انا ارجع نادي المقاولين، بيتي اللي انا اتربيت فيه واعتزل فيه، دي فرصه ما كنتش احلم بيها خالص. أكيد أكيد. فكنت بحارب عشانها. فالناس بصراحه وقفت جنبي جدا وما عملتش اي مشكله معايا خالص، ورجعت النادي لعبت 3 سنين كمان، يعني لعبت لحد 38 سنه. فطبعا ده الحمد لله طبعا يعني، وكنت اقدر بس خلاص يعني انا حبيت يا كابتن كمان اختار انا حبيت اختار الوقت اللي هو كمان الناس بتخرج وانت واقف على رجلك ما تخرجش. كنت لسه هقول لك التوقيت الاعتزال ده، والتوقيت بالنسبه للعيب صعب جدا انه ياخد التوقيت ده، لكن كمان محوري انك تاخد التوقيت الصح في الوقت الصح، انك تاخد يعني قرار الاعتزال وانت ان شاء الله تبدا بقى مشوار تاني تدريب ان شاء الله، كفاح بقى كفاح تاني طبعا بالظبط. بنشكرك يا كابتن رامي وكل التوفيق ليكم. ربنا يخليك، انا بشكركم جدا وسعدت بيكم جدا و جود لك. شكرا ليكم. طبعا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير، ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 ل 1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.